أنا كنت أعتمد على أهلي مرة كثير كثير كثير، ما أقدر أسوي شيء بدون أهلي، مشان هيك كنت بليدة. والله كل شيء يسويه بابا، كل شيء كان بابا يسوي لي، كل شيء كل شيء كل شيء، والله العظيم حتى أغراض بابا يروح يجيب لي، حتى بتعرفوا أحيانا ملابس كبابا يجيب لي. كنت أعتمد كثير على أهلي مرة كثير. أمي كانت ما تخليني أسوي شيء في البيت، فكانت معودتني إني هي موجودة يعني في حياتي، فلما عشت لحالي صرت أحس بالأشياء اللي كانت مثلا تسويها. مثلا في أغراض أنا ما كنت أعمل حساب إنها لازم تكون في البيت، مثلا هالأشياء، مثلا كان أول مرة في تركيا إني أجيب أغراض بيت، مثلا ورق حمام، خضار، هالأغراض. الخضار اصلا عادي، بس الاشياء هذه اللي ما كنت انا شو كنت الاقيها، ما كنت اعرف كيف بيجيبوها، فهمتوا؟ كنت الاقيها، ملابسي مغسولين، فهمت؟ الاقي ملابسي كلهم، جواربي كلهم مغسولين. فهالاشياء شو لما عشت لحالي اكتشفت انه ملابسي ضلوا وسخين، فشو لازم اقوم اغسلهم، لازم أقوم أجيب هالأغراض، لأن إذا ما جبتهم ما في ماما تجيب لي. والله العظيم، فأنا شو الحمد لله، يمكن الله له حكمة إنه خلاني أعيش لحالي، لأني أنا كنت شخص معتمد، أعتمد على أهلي في كل شيء، ما أقدر أسوي أي شيء مع نفسي، مع إني كنت أشتغل في مستشفى وشغلي كان فيه تعب، يعني أنا كنت يعني تقنية أشعة في المستشفى، وكان يعني يوم كامل أحيانا حتى بنام في المستشفى، بيكون عندي لاغارد، يعني لاغارد يعني بالليل، هذا اللي تبع الليل، الشفت حق الليل، تمام؟ يعني بتضل كده، بيجوا ناس كده مثلا من الشارع مضروب بحظ طاعن نفسه المو، فشو فكنت أضل يعني هناك، كنت أضل مع أنا والدكتورة هناك، يعني كنا أنا وياها كتير، بيكون الشفت أنا وياها نفس الشيء، فشو حراسة يعني. حراسة شو يا الله. المهم حالا قلت المهم لا، ما كنت ممرضة، أنا ما كنت ممرضة، أنا كنت تقنية أشعة مش ممرضة، ما أعطي إبر، ما لا مو ممرضة، أعرف شو تقولوا يا الله، في أخصائية أشعة وفي تقنية أشعة وفي ممرضة. الممرضات هم اللي يشتغلوا مثلا في الإبر، يروحوا عند، فهمت؟ أنا تقنية أشعة، أسوي أشعة، تمام؟ المهم الزبدة مو مهم، تفهموا يعني مش ضروري. المهم فكنت أنا وقتها أوكي، بس كان أصلا حتى المستشفى بيني وبينه يمكن ثلاث دقائق، والله كان أمشي مشي حتى ألبس بيجامتي، بابا يجيب لي أكل، لما يروح بدي أروح للشغل يمرق علي أكل يحطوا لي، فأنا كنت معتمدة على أهلي مرة كثير، مرة كثير كنت، وكنت بليدة، مش بليدة أنا، كنت بليدة بالنسبة للتجربة مع الناس. ما كنت يعني، هو المحيط اللي كنت فيه ما كان فيه غدر، يعني أنا البنات اللي عشت معاهم كانوا بنات الحي، كانوا بسيطات وطيبات، حتى الشغل كانوا الناس اللي شغالين معايا طيبين، يعني ما كنت عشت هذا الجو حق الناس كده الشريرة اللي تنتقم، ما عشت هذا الجو، فمحيطي ما كان كده، فهمت كيف؟ فمشان هيك أنا لما عشت لحالي صار كذا يضحكون علي يسربوني، فهمت كيف؟ فمحيطي ما كان كذا، يعني كنت أتوقع إنه محيطي هو الناس كلها في العالم كذا، هم الناس
كنت يعني كنت كذا. مشان هيك أنا شو أقول لكم؟ أقول لكم اطلعوا شوفوا، ترى في ناس غيركم، في ناس في عقليات غيركم، في شخصيات غيركم، في حياة والله غيركم. حلو إنك تعرفين، ما تعيشي بريدة عشان ما حلو، ما حلو، راح تحسي بنقص، فهمتوا؟ فأنا يمكن ربي كان عنده حكمة إني أنا أعيش لحالي أو أعيش هذه التجربة عشان شو؟ أعرف أشيل المسؤولية، أعرف أشيل المسؤولية وأعتمد على نفسي. فأنا هلا تخيلوا لأول مرة أنا مثلا في دبي، أول مرة أنا حتى في تركيا كنت أخذ بيوت مفروشة، ما عمري فرشت بيت. أنا في دبي أول مرة أفرش بيت. يعني كيف الله كل تجربة، كل مرة ينقلني من مكان لمكان يعطيني تجربة جديدة. يعني أنا لما جيت تركيا يعني تعلمت إني أعتمد على نفسي، تعلمت إني أكون قد نفسي، أشتغل لنفسي، أغسل ملابسي، أطبخ لي هالأشياء، فهمت؟ لما سبحان الله كل شيء كان فيه خير لي والله العظيم. إنه كيف؟ إنه سبحان الله حتى لما انتقلت من تركيا جاء الزلزال، يعني كان ممكن، يعني كان حكمة، مع إني ما خططت إني أطلع من تركيا وقتها. أنا كنت مستقرة يعني أموري تمام، وماما كانت تجي عندي وكل شيء. فسبحان الله لما رحت لدبي كمان جاء شغل كثير، جاوني فرص كثيرة، وكان أول مرة أفرش بيتي، أفرش بيتي. فعشت هذه اللحظات حلوة والله. يمكن ناس تجيهم عادية، يمكن اللي يعني عاشوا هالتجربة بس شخص جديد كده تجي شيء حلو. Thank you جد. فأنا تعلمت يعني أسوي هالأشياء، مع إني كنت أقول مستحيل. حتى لما جيت دبي كنت أقول لهم لا، ما بدي بيت مش مفروش، ما بدي، حتى ما أحب أسمع. فكانت معايا بنت صديقتي السعودية بشاير، هذه بشاير قالت لي، هاي بشاير كده يعني شخصيتها قوية وكده بتعتمد على نفسها، عندها حياتها لنفسها وكده مرة طيبة. فشو قالت لي؟ قالت لي يا بنتي لازم تفرشي بيتك لحالك، انت عمرك ما فرشتي، فسوي هالتجربة راح تحبيها. افرشي بيتك وعيشي هاللحظات. حتى لما تشتري أشياء لنفسك أنت أول مرة تستعمليها بيكون أحلى وكذا. المهم هي شجعتني، حتى كنت تروح تجيب معايا أغراض تساعدني. أيوة. فصراحة حتى كمان شفت حياتها هي يعني تعتمد على نفسها، وكانت حتى أخذت منها أطباع والله حلوة، أخذت منها أطباع حلوة. يعني كانت كمان علمتني أصير أقرأ سورة البقرة يومياً والله العظيم على المي، يعني أشرب مي في سورة البقرة، عطتني عادات حلوة. فترى حلو يكون عندك في حياتك أصدقاء يعني من كل الأنواع، يعني يكون عندك 3 أصدقاء لازم يكونوا هذا النوع. كان مرة قالها لي صديق، أوكي هذه المعلومة كان قالها لي صديق، إنه لازم يكونوا عندك 3 أنواع من الأصدقاء. الشخص المتدين كذا اللي عنده صفات حلوة قريب من الله، عشان أحيانا يذكرك مهما كنت بعيد، يذكرك يرجعك، فهمت؟ يقول لك لا كذا، فهمت؟ ونوع تاني الشخص اللي يعطيك طاقة إيجابية، يعني يعطيك طاقة إيجابية لما تجلس معاه يكون فرحان، يوريك حياة، فرفوش، يعطيك طاقة إيجابية، تمام؟ وثالث صديق السند، اللي لما توقعي تلاقيه، أو لما يصير معاك مشكل أو شيء تلاقيه، هذا للأشياء الصعبة في الحياة. فهذا 3 أصدقاء لازم يكونوا في حياتك، تمام؟ فحلو يكون عندك هالناس. كلنا يعني كلنا نغلط، كلنا نسوي أغلاط كتيرة في حياتنا، إحنا مش يعني إحنا مش بيرفكت. والله
والله هو اللي بيهدي، يعني الهداية مش في يدك أنت أو في يد الناس، لا هو الهداية من عند الله. يعني يا من ناس عاشوا كفار وماتوا آخر حياتهم مسلمين، عشان هيك دائما أقول لكم الأعمال بالنيات، تمام؟ يعني أنفسكم الداخلية هي اللي تعتمدوا عليها في رزقكم، في مستقبلكم، في حياتكم. قد ما كان هذا هون داخل حلو، لأنه الناس ممكن تشوف شكلك، تشوف شكلك أو تحكم عليك من شكلك، تقول أو أنت شخص مو، يعني الناس هذه الناس العادية البشر، بس الله يعرف إيش داخلك. يعني في داخلك هذا مو لازم يكون خبيث، لأنه الله يشوفه. يعني أنت لما تيجي تقولي لي مثلا كلام نبيل وجميل وأنت داخلك مش كده، ترى أنا ممكن ما أشوفك، أشوف خلص الظاهر وأعتمد عليه، أقول هذا أحسن الناس، بس الله يسمعك من داخل. مشان هيك يرزقك على حسب شو نواياكم ترزقهم أنت. أنت أنت لما تنظفي هون، الله رح يحميكي ورح يرزقك ورح يعطيك أشياء حلوة. فاشتغلوا على الداخل، والله العظيم حبوا الناس، ما تجرحوا، ما تكتبوا كومنتات مو حلوة لأي شخص، مهما كان مستفز، مهما كان ما يعني مش من 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 أخلاقك، ولا من ما تحط كومنت، حتى سكيب، بس شو ما تجرح أحد ولا تقول كلام ينحسب عليك يوم القيامة، لأنه أنت ما رح تغير شخص لما تسبه، بس ممكن تغيره لما تقول له كلام حلو. فهمت؟ أي شخص مهما كان الناس تسبه يزيد في الغلط، ترى ما يتحسن، ما في كده. أي إن إحنا كنفس بشرية هذه كده طبعنا، قد ما عاندون الناس نعند أكثر. فهمتوا كيف؟ فقولوا كلام حلو، اجبروا الخواطر، يعني يمكن كلمتك الحلوة هذه تجبر خاطر شخص، والله كلام الحلو يحتاجه الناس. والله أنا كتير أسمع كلام حلو، يعني أفرح من قلبي، ولما أسمع كلام مو حلو أذعي على صاحبه وأوكله لله. والله يعني شو استفادت لما قلت لي كلام جرحني؟ ما استفادت شيء. فهمتوا كيف؟ فكونوا طيبين، يعني طيبين. كثير سوال في هذا، بس مريضة ما أعرف، أنا حاسة إني بدي أضبط. أنتي كوني طيبة، ما عليك منهم. والله أنا طيبة، والله أنا يعني إذا ما نفعت ما أضر، يعني يقدر ما أنفعك بس كمان ما أضرك، يعني أنا ما أضر، والله ما أضر، عمري ضريت أحد، حتى اللي ضروني عمري ما ضريت ولا انتقامت ومش، والله أنا طيبة، بس يعني ما أدري. وكل الناس تقول على نفسها طيبة، يعني يمكن أكون لا، ما أعرف يمكن يكون عندي جانب مو طيب، بس كمان أنا مو ملاك، يعني أكيد راح يكون فيه شيء مو حلو، يعني أكيد. وين ساكنة هلا دود؟ أنا ساكنة في دبي بس هلا عند أهلي. صلوا على النبي، خلوا بابي الله يفرحك وينصرك يا عمري. حبيبتي شكرا سليمة، أنا لما صير مريضة صرت بدون كده أقول أنا أتفلسف كتير.
كلام كتير، بس والله أقول لكم كلام من قلب، والله العظيم إني أقول لكم كلام من قلب، والله العظيم يعني كلام ما جالس أخذ من وراه شيء ترى، بس جالس أقول لكم الكلام والله يعني من قلبي. الساعة 5، إي والله الساعة 5، يلا يلا روح نام. أنا آسفة واستروا ما شفتوا مني وادعوا لي بالشفاء، والله يحفظكم وينصركم ويرزقكم يا ربي من حيث لا تحتسبون، وصلوا على النبي، وإذا خطيت في أحد عادي تسمعه يعني فاضية لك أنا. والله يسعدكم ويفرحكم ويرزقكم ويعطيكم الحياة السعيدة اللي تتمنون والطمأنينة. دير بالكم على أنفسكم وحطوا حبتين. السلام. آسفة طولت عليكم والله، وسهولة خلاص. قلت انا خلاص، حتى لا تتوشوا كتير.